مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة في الاقتصاد. في ملفنا الأول نناقش استوفاء المصارف السعودية كافة قرار لجنة بازال 3 بشأن معدل كفاية رأس المال قبل التطبيق الإلزامي لها، والمفترض في 2019 والذي بلغ 20.89%، وقامت البنوك السعودية بتطبيق معايير لجنة بازل 3 بشكل تدريجي منذ العام 2016. ما هي الملاءة المالية وكيف سيؤثر ارتفاع الملاءة المالية للبنوك على تطويرها؟ نناقشه بعد هذا التقرير. الملاءة المالية بالقدرة على سداد الالتزامات عند استحقاقها، وتسمى أيضا نسبة كفاية رأس المال، وتعتبر نسبة كفاية رأس المال أداة لقياس ملاءة المصرف، أي قدرة المصرف على تسديد الالتزامات ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل. وبناء عليه تم اعتماد أول نسبة عام 1988 عرفت بنسبة كوك، وهو يقيس مستوى التزامات البنوك من قروض وتوظيفات مقابل موارد البنك والتي تتضمن رأس مال البنك والأرباح، وتكون النسبة معادلة 8%. وتمكن النظام المصرفي في المملكة من تحقيق ثالث أعلى نسبة ملاءة من بين مجموعة 20 والعاشر عالميا عند مستوى 20.14% تقريبا وفقا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي. وتعد نسب الملاءة للبنوك السعودية من أعلى المعدلات في العالم، إذ تتجاوز معدلات كفاية رأس المال المطلوبة لمعايير بازل 3، وكذلك النسبة التي حددتها مؤسسة النقد والبالغة 8% نتيجة للأرباح المرتفعة التي حققتها البنوك خلال السنوات الأخيرة والتي دعمت احتياطاتها، إضافة إلى مساهمة إصدارات رأس المال المساند من الصكوك والسندات للعديد من البنوك. واستهدفت تعليمات بازل 3 تحسين جودة رأس المال وزيادة رأس المال الرقابي، بما يعزز قدرة المصارف على امتصاص الخسائر والتعامل مع الأزمات، وبناء مصدات رأس مالية تساهم في الاستقرار ومساعدة السلطات النقدية في رسم السياسات التحوطية على المستوى الكلي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي هنا في الاستوديو الأستاذ يحيى آل بن سليمان المستشار المصرفي. أهلا بك أستاذ يحيى. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. حياك الله. في البداية أستاذ يحيى، تحدثنا عن وضع البنوك السعودية بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتكلم عن وضع البنوك السعودية، ودي أتطرق يعني قليلا إلى بازل وش، وبازل واحد وبازل اثنين وبازل ثلاثة، وش يعني كيف نشأت. بازل هي مدينة في شمال سويسرا، تقع على يعني حدود ألمانيا وفرنسا، وتعتبر مدينة أوروبية مهمة، فيها يمكن حوالي 200,000 آدمي يتكلمون ألماني بشكل عام. يوجد فيها مركز البي اي اس، أو مركز التسوية بين البنوك العالمي، بنك انترناشنال ساتلمنت، يعني المقاصة، مثل المقاصة. نعم، للمقاصة بكل غالب العملات. طبعا أيضا يوجد فيها لجنة المراقبة والتحكم، الكنترول اند سوبرفيجن، للبنوك بالعالم كله. وهنا يعني اكتسب الاسم بازل لأنه صدر من هذه المدينة، من هذا المجلس. جميل. هذا المجلس مهمته يعني تعاظمت بعد الأزمة العالمية في 2008، فأصبح في 2008 لازم مراجعة. يعني لو رجعنا اللي حصل في 2008 وسبب انهيار معظم البنوك اللي كان عدم توفر السيولة عند الطلب للمودعين، فأصبح عندهم يعني مشكلة كبيرة في السيولة، وبعدين تسلسلت السبحة. طبعا الأسباب، عدم توفر السيولة كانت أسباب أخرى، لكن سبب المشكلة الأساسي. فصار هنا تركيز على ثلاث أشياء مهمة
اللي هي الكفاية المالية للبنك أو المنشأة المالية سواء بنك أو بنك مركزي، نسبة الديون إلى الأصول في البنك، وأيضا احتياجات السيولة لآخر 30 يوم أو ما يعادلها بالنسبة للبنوك. هذه صارت هي الأعمدة الثلاث لمقررات بازل. مقررات بازل هي يعني طريقة عمل غير ملزمة حاليا، وبدت من 2010 وحتى 2019. طبعا علشان يسوون اللي هم يعني يحتاجون انه يسوونه فيما يخص المقررات، عمدوا الى يعني مجموعة من الاجراءات، تحديد نسب، مثل النسبة هذه مثلا نسب للثلاث عناصر اللي قلتها تقريبا المالية. نعم. فعلى الكفاية المالية قالوا انه نحتاج الى انه يكون الكومن اكويتي حقة البنك تمول إلى 4.5% من التزامات البنك داخل يعني الأوف بالانس شيت والبالانس شيت. وهذا بمعنى أنه يعني فلوس الاكتتاب، فلوس رأس المال، فلوس الأرباح المستبقات وكل حقوق المساهمين تعتبر جزء من اللي لازم أنه يتوفر. فحطوا 4.5% من التزامات مقابل هذا الرأس المال. الشرط الثاني وكان يتكفل فيما يخص نسبة الديون إلى الأصول، وحطوا أيضا حوالي 2.5%، وأيضا أضافوا 2.5% لاحتياجات السيولة للثلاثين يوم، فصار الإجمالي حوالي 9% من رأس مال البنك يجب أن يكون متوفر وسائل. بعدها بدأوا في اختبارات الضغط، يعني يسوون مجموعة من الاختبارات الضغط ستريس تيست للبنوك، ويماثلون لو تعثر أو قلت السيولة في الجهة أو في البنوك الأخرى علشان تقدر تتسلف منها، ما هو ردة فعل البنك وهل يستطيع أن يصمد ولكم. كانت معمقة وتسوت أكثر من مرة في السعودية. في 2017 الإحصاءات أعتقد اللي موجودة حاليا احنا ما رحنا ل 9%، اغلب البنوك راحت الى 20 و18 يعني واكثر. افضل طبعا أفضل، كل ما زاد كل ما كان افضل، كل ما زاد كل ما صار توفر السيوله في البنك يعني اعلى، وبالتالي ثقه المودعين تتعاظم، وايضا يعني الثقه في النظام المصرفي بشكل عام. طيب انا عندي سؤال هنا، يعني حديثك جميل عن بازل ونشاتها ومن اين انطلقت. هل بازل بالنسبة للبنوك السعودية إلزامي من مؤسسة النقد؟ هل هي وثيقة عالمية يتم التوقيع عليها؟ يعني حدثنا أكثر عنها. نعم، هي ليست إلزامية، لا زالت اختيارية للبنوك، لكن يبدو أنه يعني بحكمة المشرع الأساسي في هالموضوع هذا، المؤسسة من 2010 وهي تعمل مع البنوك على إنشاء لجان عمل وإنشاء يعني وتقرير القرارات اللازمة من حيث يعني استنساخ هذه القوانين وتطبيقها على النظام المصرفي السعودي، وهذا يعني يحسب للمؤسسة. لو لاحظنا أنه في 2008 لم تواجهنا مشكلة، لم يكن صحيح. هناك مشكلة، استطعنا أن نتجاوز بسهولة. وحتى بعد يعني في 2000 لما نزل البترول إلى 36 دولار أيضا لم تواجهنا مشكلة توفر سيولة في البنوك. فبالتالي يعني المؤسسة عملت يعني دور محوري في كل مراحل من 2010 وحتى تاريخه، عملت مع مجموعة البنوك كاملة، وأيضا مع أعتقد شركة سيما للائتمانية ومجموعة شركاء آخرين في تطوير التقارير، في تطوير طرق الاختبار، في يعني مجموعة يعني عمل الصراحة عملت بجهد. يعني أنت تشوف الآن وضع البنوك السعودية وضع نموذجي مقياسا ببازل ثلاثة؟ أكثر من نموذجي، يعني قد يؤخذ علينا أنه يعني 20% يمكن كثير، فيعني لعلها تكون أقل تأخذون، بحيث أنك تقدر أنت توفر للقروض وللمعاملات البنكية الأخرى أكثر. هذا أيضا سؤال مهم، يعني هل ارتفاع الملاءة المالية أو ارتفاع السيول للبنوك يحد من استثماراتها، يعني يحد من توسعاتها من ناحية الاستثمارات التطوير أيضا؟ طبعا نظريا نعم، بحكم انه يعني الاموال المتوفره للاقراض في قطاع الاعمال وقطاع الافراد تكون اقل كل ما زادت النسبه.
لكن فعليا أكثر البنوك لو تلاحظ يعني إما عمد إلى رفع رأس المال من 2010 حتى الآن يمكن حوالي 7 بنوك رفعت رأس مالها أكثر من مرة. من 2010 حتى الآن صار فيها أفكار في الاندماجات، يعني نبي نشوف اندماج، وهذا لتعظيم رأس المال المتوفر للأعمال. فهو يعني إلى حد ما يحد، لكنه هو ما هو تحدي يعني محدد. نشاط الاقتصاد وصحة الاقتصاد أهم تأثيرا في من النسبة في تطوير الأعمال. طيب، مؤسسة النقد أنت تفضلت بكلمة جوهرية، ويمكن هذا دورها، يعني كثير من الأزمات المالية العالمية بدءا من أزمة 2008 وبعدها أزمة البترول، ارتفاعه وانخفاضه خلال 5 أو 6 سنوات الماضية، إلا أن يعني الإجراءات أو وسائل التحوط التي تتخذها مؤسسة النقد دائما ما يعني يصفها المتخصصين بأنها نموذجية وهي سبب تجاوزنا للكثير من المشكلات. أنت كيف يعني تقيم دور مؤسسة النقد فيما يتعلق ب مثل بازل 3 أو الملاءة المالية أو غيرها من القوانين؟ مؤسسة النقد دورها محوري في النظام المصرفي بطبيعة الحال، هي البنك المركزي للمملكة العربية السعودية، وهذه يعني الميزة جعلت من مؤسسة النقد منذ تأسيسها تكون جزء شريك حتى في أعمال البنوك. يعني لو لاحظنا هم سووا مؤسسة النقد هي اللي بدت شبكة الصرف الآلي، مؤسسة النقد هي اللي بدت نظام السريع ونفذته، مؤسسة النقد هي اللي بدت حتى سوق الأسهم في بداياته قبل 2006 قبل ما يستقل كشركة مستقلة. فكل الأنظمة اللي تسويها المؤسسة كانت دائما لدعم أعمال البنوك المجتمعية، وطبعا الهدف النهائي هو العميل. يعني الآن تحول خلال نفس اليوم توصلك التحويل في حسابك من بنك إلى بنك، كانت صحيح. في السابق غير مقبولة، غير تأخذ وقت أكبر. صحيح. أي. فالآن صار فيه يعني حتى من ناحية حماية البنوك والتأكد من ملاءتهم المالية وكفايتها، فأصبح عندهم يعني إمكانية أنهم يفرضون بعض القوانين التي لا تحد من أعمال البنوك، لكنها أيضا تجد صدى جيد في الأسواق المالية، بحكم أنه كل ما كان البنك مرتفع تصنيفه كل ما أصبح يعني تأمين يعني تقديره أو تقييمه الائتماني أفضل. الآن بس أستاذ يحيى أريد أن أشير إلى ما يظهر على الشاشة من أخبار عاجلة من مصدر مسؤول بأن المملكة واقتصاد المملكة له دور مؤثر لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي. أيضا المصدر المسؤول أكد على ستظل المملكة ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف والضغوط. أيضا المصدر أشار إلى أن الاتهامات الزائفة لن تنال من المملكة ومن مكانتها واستقرارها. أيضا تحدث المصدر عن الرفض التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل من المملكة. إذن أستاذ يحيى، يعني من جانب اقتصادي المملكة ومكانتها الدولية ومكانتها الاقتصادية، والمصدر المسؤول يؤكد على أن مكانة المملكة الاقتصادية لن تتأثر بأي ظرف. تعليقك حول هذا الموضوع. أولا يعني حمى الله المملكة العربية السعودية من كيد الحاقدين ورد كيدهم في نحرهم، حملة شرسة الله يكفينا شرها، وإن شاء الله يعني كلنا ثقة بولاة الأمر عزهم الله وسدد خطاهم إنه إن شاء الله يعني يوضحون للعالم كله قديش المملكة ولله الحمد قوية ومعتزة بدينها ومعتزة باقتصادها وبشعبها وبناسها وبرؤيتها. فهذا من ويمكن أشرنا قبل شوي أستاذ يحيى عن أنه المملكة مرت بالكثير من الأحداث الاقتصادية، وأشرنا يعني بالمناسبة وبالصدفة أيضا قبل قليل عن أزمة الأزمة العالمية 2008 كانت أزمة خانقة. في 2006 مرت بنا أزمات، في حتى في 1402 مرت بنا أزمات، نزل البترول إلى 10 و12 دولار. المملكة العربية السعودية عمرها 300 سنة ولله الحمد، وكانت دائما يعني ماليا وائتمانيا من أفضل الشركاء لكل أنحاء العالم وكل الدول. لم يحدث أن ترى يعني لم تدفع المؤسسة أو الالتزامات، حتى الشركات السعودية يعني تدفع التزاماتها تحت إشراف المؤسسة وتحت إشراف الوزارة.
فلله الحمد والمنة يعني بلدنا اقتصاده دائما كان متين ويعتمد على يعني حكمة ولاة الأمر. يمكن ما يميز هذه الحملة أستاذ يحيى ويمكن توافقني الرأي أنها تأتي في أوج أن المملكة العربية السعودية يعني ماضية في رؤيتها، وقد يكون هذا سبب الحقد على المملكة وعلى مقدراتها وعلى مكتسباتها الاقتصادية. رؤية ثابتة، رؤية طموحة، الكثير يرى المملكة ويرى تقدمها ويشعر بالحسرة تجاه او يعني نتيجة هذه الرؤية التي نسأل الله ان يعني يجعل كيدهم في نحرهم وان يردهم وان يردهم الى طريق الحق والصواب. نعود لموضوعنا أستاذ يحيى. من حيث الاقتصاد يعني قد يكون هذا من الأسباب اللي تدفع المؤسسة لأن تكون أكثر تحفظا، أنها الريال مثلا تعرض للمضاربات أكثر من مرة من حيث السعر للضغط على قيمة الريال وربطه بالدولار وفكها. ما أقدر أعد كم مرة يعني مرت علينا مثل هذه المشكلة، وكانت المؤسسة دائما في قلب الحدث ومسيطرة على توفر السيولة وانضباط السعر. حتى مؤخرا يعني بالزيادات اللي قاعدة تصير من الفيدرالي الأمريكي وصلنا إلى 2.75% بين البنوك ويمكن حواليها. يعني هذا الإشراف القريب والمباشر جعل من البنوك السعودية والنظام المصرفي نظام متكامل قوي يتحمل كل أنواع الضغوط بحكم أنه يعني متحفظ في حتى في احتياجاته ورفع احتياجات السيولة مثلا إلى 20 و25. يعني بعطيك مثال آخر، البنوك سمحت لها المؤسسة مؤخرا قبل يمكن حوالي 8 شهور أو سنة بالإقراض إلى نسبة حوالي 90% من الأصول، وهذا يعني كان عند 85، وهذا أيضا جزء من التحفظ المتاح. فحين يعني يوجد في المؤسسة يعني بيئة يعني متفاعلة مع الأوضاع الاقتصادية العالمية ولله الحمد، ولا يخشى على الأعمال التجارية من جهة اقتصادية. طيب خلينا نأخذها من جهة البنوك، يعني كيف تقيم فوائد البنوك على القروض في السعودية وكيف تقارنها أيضا مع البنوك العالمية؟ بالنسبة للبنوك السعودية الآن تقترض ما بينها بحدود 2.75 أو 2.8، وهذا هو الأساس أو السايبر. يوجد طبعا أرباح للبنوك بحيث أنها تكون حتى الآن النسبة معقولة جدا بالنسبة للاقتراض، وقد لا تكون بهذه المستويات لفترة طويلة نظرا لاحتمال ارتفاع النسبة في المستقبل، فهذا يضع النسبة في مكان جدا مثالي. لكن لو أخذناها مقارنة بالدول الأخرى قد تصل في الأرجنتين إلى 72%، تصل في تركيا إلى 21% وأكثر، تصل في مصر يمكن إلى 13 أو 14%، تصل في السعودية إلى 2.75. فيعني احنا يعني اعلى شويه من امريكا 2.4. جميل. فيعني الموقع جدا مثالي ويسمح بنمو الاعمال بطبيعه الحال، لكن الوقت قاعد يجري، فيعني اتمنى ان الاعمال تستمر في اخذ زمام المبادره والتفاعل بشكل ايجابي واقتناص الفرص الموجوده في الاقتصاد السعودي. بالضبط. النقاط جاهزه شباب؟ طيب نعود لموضوع ومحور هام جدا طرقنا فيه في البدايه، انه مؤسسه النقد تعد مرجع للبنوك يعني. صحيح. ويمكن يعني قد ما تكون القرارات صارمه على البنوك قد ما تكون السياسه الماليه للمملكه متزنه. أنت كيف تشوف يعني سلطة مؤسسة النقد على البنوك وكيف ترى البنوك بالتزامها بهذه القوانين؟ طبعا الموضوع تجاري بحت، فالبنك يقترض بنسبة 2.75 أو نسبة الودائع المعطاة على الودائع لزمن ثم يقرضها إلى المقترضين. يعني أنا ملاحظتي الوحيدة الحقيقة يعني على طريقة على النسبة أنه لما في عندك رأس المال اللي هو المقترض أو رأس مال القرض هذا مع التسديد يتناقص،
في إشكالية بنشر المعلومة للمستهلك النهائي، أن يعني النسبة تستمر مثلا 3% على أصل المبلغ حتى بعد مضي فترة من الزمن وتسديد مجموعة، فما هو على رأس المال المتبقي أو رصيد القرض القائم. فهذا يجعل النسبة فعلا متدنية في بالإعلان، لكنها فعليا هي على كلفة رأس المال القائم، بالتالي فهي أكبر بكثير من الرقم الحقيقي. جميل جدا. نتعرف معك ومع السادة المشاهدين أكثر على ما هي الملاءة المالية، كيف يمكن قياسها عالميا من خلال هذه النقاط، ثم نعود. أهلا بكم من جديد. عودة لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ يحيى آل بن سليمان. أستاذ يحيى، القطاع المصرفي السعودي احتل المرتبة الرابعة بحسب تصنيف وكالة فيتش، كيف ترى أثر هذه الخطوة؟ تعزيز بطبيعة الحال لمركز الاقتصاد المتقدم. يعني الشهر اللي فات ظهر الترتيب لحجم الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم، وتقدمت السعودية من مركز 19 إلى 18، وهذا يعني بحد ذاته علامة يضاف لها، فهذا يعني دليل على النمو في الاقتصاد، يضاف لها توفر نظام مصرفي متمكن ومليان، فيه سيولة، فيه إمكانية يعني الوفاء بالالتزامات حتى لو كانت خارج يسمونه القائمة المالية. فعندنا في المملكة العربية السعودية البنوك السعودية ملتزمة يعني توفير ملاءة مالية متكاملة وقوية تسمح للبنك أنه يمارس أعماله بدون الخطر من الإفلاس أو التعثر أو عدم توفر السيولة أو ما إلى ذلك. فهذا يعني يجعل الاقتصاد السعودي شريك مناسب لإجراء الأعمال مع الخارج، سواء عن خطابات الاعتماد أو الضمان التي تصدر من شركات سعودية إلى شركاء الأعمال في العالم. وهذا بحد ذاته يعني مهم، لأنه إذا متى توفرت الثقة في البنوك السعودية أصبح العمل مع السعودية وشركات السعودية والقطاع الخاص أسهل بكثير من قبل شركاء العمل العالميين. يعني ولله الحمد احنا نتكلم عن اقتصاد وصل للمرحلة الرابعة، وهذا صحيح. لأن الملاءة تعدت 20%. يعني زي ما قلت لك 20% هذه ما هي شيء بسيط، جعلت السعودية تقدم على 182 دولة، يعني ما هم شويين. فيعني ونتطلع إن شاء الله أنها يعني ترتفع أكثر بزيادة يعني حجم النمو، بزيادة إن شاء الله توفر السيولة أيضا بإذن الله. أستاذ يحيى، يعني دائما ما نؤكد على ملاءة وقوة الاقتصاد ومتانة الاقتصاد السعودي، ويمكن اللي تفضلنا فيه أو تكلمنا فيه في الحلقة عن تصنيف المملكة ومكانتها وملاءتها المالية خير دليل المستشار
المصرفي الأستاذ يحيى آل بن سليمان، شكرا جزيلا لك. في ملفنا الثاني أعزائي المشاهدين نناقش 10% المعدل العالمي للادخار، وهو الحد الأدنى فيما لم يتجاوز ادخار الأسر السعودية 6% من الدخل السنوي المتاح. ولأهمية الادخار عملت وزارة المالية على إنشاء كيان وطني مستقل للادخار يعنى بتقديم منتجات ادخارية للأفراد مدعومة من الحكومة مثل صكوك الادخار. كيف يمكن زيادة ثقافة الادخار للأفراد بالمملكة للوصول لهدف الرؤية؟ تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير ثم نعود. تعد ثقافة الادخار في مجتمعنا ضعيفة جدا، حيث اعتاد الغالبية من الناس صرف مرتباتهم الشهرية بشكل كامل شهريا. ومن أهداف رؤية المملكة 2030 رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%، ويتمكن المدخر من السيطرة على أوضاعه المالية بشكل أكبر على المدى الطويل، ولا يلجأ للاقتراض إلا عند الحاجة القصوى. ولما للإدخار من فوائد عديدة على مستوى الفرد وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، فقد أعلن برنامج التطوير المالي 2020 عن ركيزة لتعزيز وتمكين التخطيط المالي من خلال مبادرة إنشاء كيان وطني للإدخار تهدف إلى زيادة إجمالي المدخرات المحتفظ بها من منتجات الكيان الوطني للإدخار إلى 6 مليارات ريال بحلول العام 2020. وتركز هذه المبادرة المحورية على إنشاء كيان وطني للإدخار يطلع بدور مستقل في تقديم خطط إدخار للأفراد مدعومة من الحكومة لهدف التشجيع على الإدخار الخاص في المملكة. وتتمثل المبادرة الثانية في إنشاء كيان تثقيف مالي متخصص، والمتوقع لهذه المبادرة بلوغ نسبة البالغين المثقفين ماليا 34% في عام 2020، وزيادة نسبة مدخرات الأسر على أساس منتظم إلى 29% من مدخرات الأسر على أساس منتظم في 2020. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي من جدة الدكتور عدنان الخياري، رئيس قسم التمويل الإسلامي والأستاذ المساعد في التخطيط والعلاج المالي بمعهد الاقتصاد الإسلامي. أهلا بك دكتور عدنان. حياكم الله. حياك الله. وينضم معنا هنا في الاستوديو الأستاذ سعد الفقفان المحلل المالي. أهلا بك أستاذ سعد. حياكم الله. حياكم الله جميعا. البداية مع الدكتور عدنان. دكتور عدنان، تم إنشاء الكيان الوطني للادخار في مايو الماضي، يعني ما مدى احتياجنا لهذا الكيان؟ أيضا كيف ترى هذه المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المبادرة جدا مهمة واتت في الوقت المناسب. الإحصائيات والمؤشرات مخيفة جدا في المملكة العربية السعودية بالنسبة للأفراد. بلغت الديون إلى أكثر من 242 مليار ديون، معظمها ديون استهلاكية. أصبح المجتمع من ديون من 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 هدفه من يكون تحقيق أهدافه المالية إلى تحقيق أهدافه الاستهلاكية. فالمبادرة جدا رائعة وجدا مهمة حتى يستطيع الإنسان أو الأسر من تحقيق متطلباتها وتحقيق أهدافها المالية، ومن ثم يكون جزء مهم في قضية ثقافة الاستثمار وثقافة زيادة التنمية الاقتصادية من موفورات أو مدخرات الأسر والأفراد. طيب دكتور، يعني كيف يمكن زيادة ثقافة الادخار في المملكة؟ يعني هذا من جانب، ومن جانب أخرى هل نحن نعاني فعلا من مشكلة عدم توفر ثقافة للادخار في المملكة؟ كما ذكرت في البارحة طبعا المؤشرات تدل على ذلك، لأن نسبة الديون مرتفعة جدا وتجاوزت يعني أعلى حدودها. واللي يؤكد ذلك موضوع المشاكل الأسرية الموجودة أساسها في موضوع يعني ثاني، يعني دعني أذكر لك الإحصائيات التي ذكرت. السبب الأول سبب الثاني في نسبة أسباب الطلاق هي المشاكل المالية. صحيح. نسبة كبيرة من الناس في السجون مشاكلها الديون.
نسبة يعني الإحصائية هذه تعتبر شوية يعني من خارج المملكة العربية السعودية، ولكن هي تماثلها في دولة يعني كدولة يعني استهلاكية، إنه 67% من الضغوط النفسية التي تؤثر على يعني سببها في قضية الجلطة القلبية، السكر، الضغوط، هي أسبابها أسباب مالية. هذا كلها يرجع إلى طبعا قلة الثقافة المالية وعدم الإدارة المالية، وحتى يعني في باب أولى موجود إنه قضية الادخار. كثير من الأسر الآن طلب تشتري احتياجاتها عن طريق الديون، فهناك مؤشرات مخيفة جدا، ولكن وهذا البرنامج سوف يساعد بإذن الله على تحقيق استقرار الأسرة في يعني التخوف، وكما ذكرت من قضية تفكك الأسر، قضية الأمراض، قضية السجون، هذا سوف يساعد في تغطية هذه أو حل هذه المشكلة. طيب دكتور، يعني تهدف الرؤية لرفع ادخار الأسر من 6 إلى 11%، كيف يمكن ذلك مع فرض الضرائب ورفع الدعم عن بعض القطاعات؟ هل الهدف سهل؟ الهدف صحيح، الهدف سهل، لأن الضرائب، موضوع الضرائب هذه موجود في جميع الدول، ومع ذلك هناك يعني الدول عندها موجود الضرائب، ومع ذلك موجود في قضية الادخار. لأنه في مشكلة أصلا في قضية تفهم موضوع الادخار. كثير من الناس يتوقع موضوع الادخار بعد إذا بقي شيء من المال يتم الادخار، وهذا هذا مفهوم خاطئ. الادخار يبدأ أولا، ثم ما بقي من المال من الراتب يصرف له. فهذه واحدة من الإشكاليات. فإذا كل إنسان وضحت أو تعدل هذه المفاهيم من قضية موضوع يعني المفاهيم الخاطئة، اصرف ما بالجيب يأتيك ما بالغيب، وموضوع إنه يتم الادخار بعض إذا بقي من الراتب. طبعا الآن الإحصائية تدل إنه جميع كثير من الأسر يعني الراتب ينتهي ولا يبقى فائض، فكيف سوف يدخر؟ فالأصل الادخار أولا ثم الإنفاق، وإذا تم هذا حتى قضية إذا كان في قضية ضرائب، قضية أي التزامات أخرى، فيأتي تبعا بعد ما يتم خصم أو استقطاع مبلغ الادخار. جميل.